أقول لا تفلسف علي ما في داعي. مو شغلك هذا. ما تصير. قوم هذا. مربي لي لحية بعد. والله العظيم أقسم لكم بالله هذا طبيعتي وأنا كده فعلا أقسم لكم بالله غصب عني. لا أقسم لكم بالله اللبس هذا مرض غصب عني. أسألك بالله تصور لي. ما أصور. لا تخاف ما هو طالع عندي. هذه حالة تحكي تعريف شو منصوب؟ خلص خلص هذا كذا تطلع بجريدة تطلع بجريدة تنفضح فضيحة وش تلبس اللبس هذا؟ أصبع عنك في أحد مسك معك؟ شو تلبس؟ وش تلبس؟ يا شوف الضابط الحين